موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تعقد منذ عام 2013 في إمارة دبي تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات تأتي في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، ويحرص الرئيس السيسي خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم. وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج الرئيس السيسي سيتضمن عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم بمدينة القدس ومقدساتها. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالمؤتمر رفيع المستوى لدعم وحماية القدس بجامعة الدول العربية بمشاركة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس الفلسطيني محمود عباس. وأكد الرئيس السيسي أن مدينة القدس هي عصب القضية الفلسطينية وقلبها النابض، كما أكد الرئيس السيسي على الوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالصا للمسلمين. يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام. مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح، صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام. لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم، وإنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر. ولقد اختص القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المحورية، وكما لم يختص مدينة من قبل، الوضع القانوني لمدينة القدس. بدءا من تأكيد مجلس الأمن إنه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة. وانتهاءا بتأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض. في هذا السياق تؤكد مصر مجددا موقفها الثابت إزاء رفض وإدانة أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، كما تؤكد على الوصايا الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصة للمسلمين. وتعيد مصر التحذير
من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. السادة الحضور الكرام، لقد بادرت مصر منذ أكثر من 4 عقود بمد يد السلام لإسرائيل، سلام قائم على العدل وعلى أساس العمل على التوصل لتسوية شاملة وعادلة تعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967. وأؤكد هنا أن عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية. ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية في مطار القاهرة بعد المشاركة في مؤتمر القدس صمود وتنمية المنعقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. كما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدورة 6 من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2023، كما شهد الرئيس جلسة حوارية حول أهمية التعاون في مجال الطاقة وتغير المناخ ضمن فعاليات المؤتمر، مؤكدا أن منتدى غاز شرق المتوسط والجهد الذي تبذله مصر مع شركات البحث والتنقيب سيكون العنصر الحاسم في تخفيف آثار أزمة الطاقة لأوروبا خلال المرحلة القادمة. وأضاف الرئيس أن اكتشافات الغاز سواء في مصر أو لبنان أو أي دولة أخرى سيقلل من حجم الطلب الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ساهمتا في زيادة أسعار الطاقة. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن إقامة المشروع القومي للمستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية المقرر تنفيذه بعدة محافظات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تعزيز الأمن الغذائي باعتباره أحد دعائم الأمن القومي المصري بغرض تحسين منظومة تخزين السلع المعمول بها حالياً. وأكد مدبولي أن هذا المشروع يمثل أولوية للدولة المصرية، مضيفا أن المشروع يتم تنفيذه من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية. جاء ذلك خلال لقاء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية. وخلال الاجتماع أشار وزير التموين إلى أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة تبين أننا بحاجة إلى إقامة 7 مستودعات استراتيجية بحيث تخدم أكثر من محافظة، تم البدء في تنفيذ 4 مخازن منها هي المرحلة الأولى من المشروع في محافظات الشرقية السويس الأقصر والفيوم، على أن نستكمل باقي الخطة تبعاً. مساهمات الشرطة المصرية في منظومة حفظ السلام الأممية لم تقتصر على كوادرها الأمنية، بل امتدت إلى تدريب وإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية المحلية والدولية المشاركة في عمليات حفظ السلام بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة. في هذا الإطار أقيمت بالمركز فعاليات دورة إعداد المدربين للتدريب الشرطي السابق للانتشار بعمليات دعم السلام للقوة الإفريقية الجاهزة، والتي استمرت على مدار 13 يوماً بمشاركة 22 من الكوادر الوطنية والأجنبية من 9 دول أفريقية، إلى جانب خبراء التدريب من ضباط الشرطة المصريين ومسؤول التدريب الشرطي بمفوضية الاتحاد الإفريقي. And the course is well organized. Well, likewise the center, the training center is a very well established institution that is recognized internationally with all the necessary facility that can provide all that is required for the development of the officers and men for the peace support operation department. So I expect that at the end of the course I will be able to engage myself in the area of butterfly and to also
teach my trainees in my country. الدورة التي عقدت بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وقدرة شمال أفريقيا استهدفت توحيد المفاهيم التدريبية لمرحلة ما قبل الانتشار وبناء قدرات الكوادر الشرطية العاملة في هذا المجال لتحقيق السلم والأمن المستدام في أفريقيا، حيث تعد هذه الدورة أول دورة تدريبية تعقد بالمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام عقب صدور قرار اعتماد المركز كأحد مراكز التميز لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي. مركز بامتياز يشرف العالم العربي فعلا، في يمتاز بامتيازات كبيرة، ونحن كقدرة أفريقية بعد زيارتنا له الزيارة الأولى قررنا أن نبعث متدربين من الشرطة حتى يتأهلوا في هذا الصرح الكبير. هذا المركز طبعا يتوفر على بنية تدريبية جيدة، سبق للسادة وزراء الدفاع والأمن بالإقليم أن اعتمدوا هذا المركز كمركز امتياز لتدريب المكون الشرطي. With the facilities which are very fine you have seen here, with the warmly welcome and professionalism, we are so pleased and we expect to further work with the peacekeeping Egyptian Peacekeeping Operations Training Center for future training. تضمنت الدورة على مدار أيام انعقادها محاضرات وحلقات نقاشية، إضافة إلى تنفيذ عدد من السيناريوهات العملية والتي تحاكي الواقع العملي في مهام دعم السلام الميدانية. وقد أشاد المشاركون بالتنظيم المتميز للدورة وبالإمكانات التعليمية والتدريبية واللوجستية المتطورة التي يتمتع بها المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة. نوعية الدروس والوسائل الممنوحة لنا، نقاعات التدريس ووسائل الترجمة وحتى المطبوعات، الكتب المطبوعة، كله كان في المستوى الحمد لله. بنوجه شكري للعاملين على في المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، من ناحية المعاملة، الاستقبال، الكادر بالكامل كان ذات مهنية عالية. دور بارز للمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمية الشرطة في تأهيل وتدريب المكون الشرطي في مهام دعم السلام الأممي، ليس على الصعيد الوطني فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي بإمكاناته المتطورة.